المنتصف على قناة يمن شباب الفضائية، حياكم الله. مجزرة جديدة ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أطفال ونساء تعزو إدانات حقوقية واسعة. تظاهرات احتجاجية في تعز للتنديد بمحاولات إعادة إنتاج النظام السابق ورموزه. قوات الجيش الوطني تؤمن 3 مواقع عسكرية في مديريتي برط وخب الشعف بالجوف ومحور البقع بصعدة. أهلا بكم من جديد. استشهد طفلين وامرأتين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا سكنيا في قرية شحط بمنطقة الضباب غربية تعز. واستنكرت منظمات حقوقية ومدنية استمرار قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، معتبرة ذلك جرائما بحق الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد. كما استغربت المنظمات من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إزاء الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الأبرياء، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا هم من النساء والأطفال والمدنيين والتي توالت بحقهم المجازر وأسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات. ودعت هذه المنظمات إلى إطلاق حملة داخلية وخارجية يكون هدفها الدعوة إلى حماية المدنيين من أبناء تعز وتجريم استهداف الميليشيا للأحياء السكنية، مطالبة الجميع إلى التفاعل مع هذه القضية وإسماع العالم صوت المستضعفين من الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع المجازر على يد الانقلابيين الحوثيين. الأهالي، المسعفون والأطباء، الكل على أعصابه هنا. فالطفلة تهاني إصابتها خطرة. قذيفة لميليشيا الحوثي سقطت على منزلهم بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز، ارتكبت مجزرة بحق أسرة المواطن عبد الله عبد الخالق. عبد الله في حال لا يحسد عليه، فطفلته تهاني مصابة وتوفت في وقت لاحق، وأخوها الأصغر جلال غادرها بنفس شظايا القذيفة. يا أخي، الذي حدث أنه الحوثيين أطلقوا صاروخ من الحوبان، صاروخ كبير ضرب على البيت حقي بالضباب وأنا بمكان آمن. قالوا لي قد ماتوا 2 أطفال أمهم. الأم وامرأة أخرى قريبتها مزقتهم القذيفة أيضا، لتصبح الأسرة بأكملها في خبر كان. صاروخ من جهة الحوثة، مقذوفين، المقذوف الأول لقاه والثاني بعده على طول مباشر من قبل ميليشيات المجرم، الذي يعني حتى المنظمات الحقوقية لا تدينها. نحن ندعو جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، لو في عندهم ذرة من ضمير ولا إنسان، إنهم يدخلوا لوقف هذه الانتهاكات. الزوج نجا بجسده، لكن فراق الأحبة قد يحدث وجعا أشد قساوة من شظايا القذيفة. الانتهاكات لم تتوقف، فقط تغير مسمى مرتكبيها من ميليشيا صالح والحوثي إلى ميليشيا الحوثي. القتل مستمر والجرم ذاته، والتحرير هو الحل بحسب أهالي الضحايا. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. معنا من تعز حول هذا الموضوع الناشطة المجتمعية ريهام بدر، أهلا وسهلا بك. يعني هناك مجازر للحوثيين بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء وخاصة في مدينة تعز، من الناحية القانونية كيف يمكن توصيف هذه الجرائم وأين يمكن وضعها بخانة الإرهاب؟ مرهم، هذه الانتهاكات هي تعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني، حيث أن الاستهداف المباشر للأحياء السكنية بشكل متعمد يعتبر من أهم الحدود التي يفترض فيها القانون الدولي الإنساني. شهدت محافظة تعز خلال الشهر الأول من العام الجديد العديد من القذائف والهجمات الممنهجة على الأحياء السكنية يتعرض لها المقيمون، وخلال هذا الشهر كان هناك من الهجمات على هذه الأحياء السكنية، آخرها كان اليوم، حيث أصيبت أسرة كاملة
بوجع حيث انتهت هذه الأسرة تماما. نعم، أنتم كناشطين وأيضا حقوقيين، ما دوركم في مجابهة إرهاب الميليشيا وخلق رأي عام اجتماعي وأيضا توعية قانونية ضد هذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية وتحديدا في مدينة تعز؟ نتحدث دائما عن الانتهاكات التي تحدث خلال هذه الحرب، وهذه الانتهاكات هي الاستهداف الممنهج والمباشر للمدنيين والمواطنين الآمنين سواء المارين في الشوارع عبر القنص أو الهجمات الممنهجة إلى المنازل التي يتعرض لها المواطنين بشكل دائم ومستمر. نتحدث دائما أن مثل هذه الأفعال هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، ودائما ما نتحدث أن على هذه القوات الالتزام بالقوانين التي تحمي المواطنين والمدنيين، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المؤتمرات التي يتم عقدها لإيضاح الصورة العاتمة والصورة التي لا تريد المنظمات الدولية أن تراها. ولكن هل هناك تواصل بينكم وبين منظمات حقوقية خارجية، لا سيما طبعا المعنية بحقوق الأطفال وكذلك حقوق الإنسان، من أجل تصعيد القضية ووصولا إلى محاكمة رؤوس الانقلاب ومنفذي جرائم الحرب بحق المدينة؟ بالفعل هناك التواصل دائم مع العديد من المنظمات، بالإضافة إلى التقارير التي يطلقها العديد من الناشطين أو العديد من منظمات المجتمع المدني. تلك التقارير وتلك الأرقام دائما ما تصل إلى المنظمات الدولية، تصل إلى المنظمات الإقليمية، لكن لا نرى لها ردود. هناك أيضا بعض المنظمات التي قد تتفاعل في بعض القضايا وتطلق هي أيضا تقارير خاصة أو تقارير نوعية، لكن كل تلك التقارير لا تحدث أثرا واضحا بإيقاف هذه الانتهاكات التي تطال المدنيين. نعم، الحكومة الشرعية وكذلك حقوق أو وزارة حقوق الإنسان، كيف تنظرون أنتم؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ربما. نعم، الحكومة الشرعية سيدة ريهام، يعني كيف تنظرون إلى دورها وكذلك كيف تنظرون إلى وزارة حقوق الإنسان؟ ما الدور الذي تقوم به إزاء مثل هذه الجرائم ومجازر الانقلاب؟ دائما أيضا ما نتحدث على أن الشرعية ما زالت مصابة بحالة من الشلل، الشرعية لم تستطيع تحرك خطوات إلى الأمام خصوصا بالملف الإنساني أو ملف حقوق الإنسان، لم نرى خطوات جادة تقودها الشرعية أو تقودها وزارة حقوق الإنسان. هناك فقط بعض الحوارات أو النقاشات والمؤتمرات التي يعقدها مجموعة من الناشطين، أما بالنسبة للحكومة الشرعية لا نرى لها أثر في هذا المجال. نعول كثيرا على اللجنة الوطنية للتحقيقات في دعاية حقوق الإنسان، والتي حدثت خلال الفترة الماضية العديد من الانتهاكات التي حدثت في عموم الجمهورية، وقدمت تقريرا مفصلا مثل لما تم الوصول اليه من انتهاكات طالب المدنيين. نعم، الناشطة المجتمعية ريهام بدر، كنت معنا من تعز، شكرا لك. خرج المئات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في مدينة تعز احتجاجا على ما سموه إعادة إنتاج النظام السابق ورموزه، كما ندد المتظاهرون بالخذلان الذي تتعرض له تعز من الحكومة الشرعية والتحالف العربي وتأخير تحريرها. وشدد المحتجون الغاضبون في التظاهر التي أقيمت أمام مقر السلطة المحلية، شددوا على ضرورة مواصلة مشوار النضال الثوري في سبيل الدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية، والوقوف أمام المحاولات الرامية لإحياء النظام البائد الذي أسقطته ثورة فبراير وشبابها. ومعنا مراسلنا من تعز أمين دبوان. أمين، إلى ما تهدف هذه التظاهرة التي كانت اليوم أمام السلطة المحلية في ساحة الحرية بتعز؟ نعم، يبدو أن تعز شوكة الميزان للجمهورية والثورة. شعر هنا أبناء المدينة بأن بعض أعضاء النظام البائد النظام السابق يقومون بفعاليات تثير غضب الشهداء برفع صور القتلى كما حدث في الشمايتين،
وبالتالي خرجوا اليوم بأعداد كبيرة أمام مبنى السلطة المحلية المؤقت في شركة النفط في شارع جمال. خاطب خطيب الجمعة الثورية حسب اسمها، خاطب الأعضاء بأن مخلفات النظام البائد بأنهم سيتعرضون للمحاكمة القضائية كشركاء في الجريمة، كون تعز قدمت العديد من الشهداء سواء في المقاومة أو الثورة 11 من فبراير، حذر من خذلان الشهداء بالتهاون في أهداف الثورة، ذكر بالدمار وذكر بالمقابر، وقال أن على السلطة المحلية في تعز أن تحافظ على أهداف 11 من فبراير أو يرحلوا غير مأسوف عليهم بحسب خطيب الجمعة الثورية. نعم، ما حجم المشاركة في هذه التظاهرة وما هي الشعارات التي رفعت كذلك؟ نعم، طبعا كانت مفاجئة وكبيرة وحضور لافت من الثوار في شارع جمال. رفعوا شعارات بأن تعز تموت من أجل أن تهب الحياة لليمن كلها وتقاتل من أجل الجمهورية، تعز صدرت الثورة والمقاومة لكل المدن اليمن. أيضا رفعوا لافتات تقول بأن ثورة فبراير هي مستمرة ووهج مشتعل، قالوا بأن تعز كانت ولا زالت روح الثورة وشرارة المقاومة ورائدة الكفاح، وستظل مدينة تقدس الحياة وتحرق مشاريع القتل وتاريخهم. نعم. تعز التي أنجبت ثورة فبراير وفجرت مقاومة باسلة ووقفت في وجه القتل والانقلابيين قادرة. نعم. على وأد مشاريع أحفادهم. أيضا قالوا لذوي الذواكر المفقوبة لن تستطيعوا تزييف الحقيقة وتبييض تاريخ القتلة. يبدو أن هناك دعوات لتظاهرات قادمة وربما مخيمات قادمة بأن تعز تظل وفية لدماء الشهداء. النظام البائد ومخلفاته لن يتم تدويرها كما يقولون. نحن تحت الشرعية، تحت رئاسة عبد رب منصور هادي الرئيس الشرعي، وأيضا الجمهورية واليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني قالوا وداعا للظلم والاستبداد برحيل صالح ورحيل أيضا نظامه البائد. نعم، إذن ما الذي تعكسه هذه المظاهرة بالنسبة للموقف الشعبي تجاه الاستفزازات الأخيرة التي تريد تحويل مجرمي الحرب والحصار وقتلة الأطفال بتعز إلى شهداء، وما هي المطالب؟ نعم، كانوا واضحين جدا اليوم، خاطبوا السلطة المحلية كما قلت سابقا بأن تقفوا مع أهداف ثورة فبراير أو ترحلوا، هكذا كانت واضحة الرسالة. هناك قالوا ب4000 شهيد لمعركة الكرامة والشرف قدمتها تعز ولا يمكن أن تتنازل عنها. أيضا أهالي الشهداء كانوا موجودين في ثورة 11 من فبراير ودعوا إلى الاعتصامات غدا في شارع جمال أيضا ومواصلتها. قالوا بأن تدوير مخلفات النظام البائد هي خيانة للدم الطاهر وانقلاب على الشرعية. نعم. أيضا هل تعتبر هذه المظاهرة تجديدا للنشاط الثوري في ظل تحركات مريبة لإعادة إنتاج مشروع التوريث برعاية إماراتية؟ يبدو أن تعز حاسمة الموضوع وشوكة الميزان كما قلت بأن لن تمرر أي من المشاريع سواء الظلامية من تعز. تعز ستبقى شوكة الميزان كما يقول المتظاهرون اليوم بأن من يحيد عن أهداف 11 من فبراير و26 من سبتمبر سيقفون كلهم في وجهه. نعم، مراسلنا أمين دبوان كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، صدت قوات الجيش الوطني هجمات لميليشيا الحوثية الإيرانية بمديرة الصبر الموادم شرقية تعز. وذكر مصدر ميداني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في المنطقة عقب محاولة للميليشيا الهجوم على مواقع الجيش في دار مزعل بمنطقة الشقب. وقال المصدر إن قوات الجيش تصدت للهجوم وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية.
هذا ولقي قيادي في ميليشيا الحوثية الإيرانية مصرعه مع 5 آخرين في غارات للتحالف العربي شرق مدينة الخوخة بالحديدة. وقال مصدر ميداني أن القيادي يدعى يحيى حسين العياني وهو من المقربين لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. وأضاف أن العياني كان ضمن مجموعة مكونة من 70 مقاتلا حين استهدفتهم الغارات، ما أسفر ذلك عن مصرعه مع 5 قيادات ميدانية. وأشار المصدر إلى أنه تولى عددا من المناصب منها قائد قوات التدخل السريع ومشرف جبهة الحدود مع السعودية وأحد المسؤولين عن اقتحام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء. أحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية في الصعدة وتحرير عدة تباب محيطة بها. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش التابعة للواءي فتح والوحدة حررت السلسلة الجبلية وتباب محيطة بها منها تبتي فرعون ومصطفى، وذلك بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثية الإيرانية في محور البقعة، واستولت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية، فيما تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. ومعنا حول هذا الموضوع الصحفي عبد الغني النويهي من البقعة. عبد الغني عفوا، حدثنا عن آخر عمليات الجيش الوطني وما طبيعة الوضع الميداني الراهن لجبهات القتال بشكل عام في صعدة. اهلا وسهلا بكم في قناة يمن شباب، وشكرا لكم لتفقد احوالكم اخوانكم المقاتلين في الجبهات الحدودية. حصل في يوم امس تقدما كبيرا بقوات لواء الفتح وقوات لواء الوحدة وقوات لواء 103 وسيطروا على السلسلة الجبلية في أم العظم وكبدوا العدو خسائر فادحة. العدو لم يعد لديه أي قوة بشرية وبات يحرق أوراقه الأخيرة وبات ينسحب إلى تباب أخرى. هناك كثير من الأسرى، أكثر من 30 أسيرا، وهناك قتلاهم مرمية في تبت فرعون وتبت مصطفى. أحكم الجيش الوطني والمقاومة الموالية للشرعية اليمنية على سلسلة جبال أم العظم وكبدوا العدو خسائر فادحة، وتم قتل القيادي المدعو أبو حسين كان القائد الحوثة في أم العظم. نعم، لكن ما أهمية التقدم الجديد الذي أحرزه الجيش الوطني في صعدة؟ تحتل جبهة أم العظم والسلسلة الجبلية لجبال العليب والإهرامات وعمود السعراء ودير السلامة موقع استراتيجي هام كونه على الشريط الحدودي لمنفذ الخضراء للمملكة العربية السعودية، وبإسناد من طائرات التحالف وطائرات الأبتشي ومدفعية العملاق التابعة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، فقد تم دحر العدو وسيطروا على أهم سلسلة جبلية وهي سلسلة جبال أم العظم والسلسلة الجبلية لجبال العلي كونها المنطقة القريبة والمحاذية للزمرك ومنفذ الخضراء، بعدها تأتي قرية البوقع وسوق البوقع المعروف. نعم، كيف بدت خسائر الميليشيات وكذلك بالنسبة لطبيعة الأسلحة والمعدات التي حاز عليها الجيش الوطني؟ هناك غنائم كثيرة، معنويات الحوثة والشذرمة العنصرية والذي عاثت في الأرض الفساد، معنوياتهم منهارة ولم يعد لديهم أي معنويات. ما دام ونحن أصحاب حق وأصحاب مطلب فالنصر حليفنا، وبشاعر النصر قد باتت تلوح في الأفق وأصبح النصر قاب قوسين أو أدنى، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. الغنائم كثيرة، هناك معدلات وهناك قذائف إربيجي وهناك عيارات منها الـ14.5 وعيارات الـ12.7، وتم الاستيلاء وإحراق عدة طقومات تابعة لقوات العدو. نعم. هل كانت هناك خسائر في صفوف الميليشيات وهل أيضا كان هناك فرار من قبل عناصر الميليشيا أيضا؟ هناك خسائر كبيرة في القتلى، أكثر من 35 قتيلا وأكثر من 18 أسيرا موجودين لدى قوات تم تسليمهم لقوات التحالف للتحفظ عليهم، وتم أسر أكبر زارع ألغام هناك أكثر أسرت في زراعة أكثر من 1000 لغم تم أسره، وجاري التحقيق مع كل الأسرى، وهناك فرارا كثيرا لأنه لم يعد لديهم أي قوة، فروا كل يعني أغلب قواتهم فرت وأغلبهم لم يتجاوز أعمارهم 17، كلهم أطفال يتم تجنيدهم وإرغامهم على القتال بقوة. نعم. ماذا في الوقت الراهن عن المواجهات؟ كيف تشتد وأين؟
لا تزال المعارك سارية حتى سمع هذا الخبر، وبالذات في أم العظم وتبت مصطفى والقرون المحاجية لها وتبت فرعون. امتدادا كون اللواء 103 نفذ هجمة إلى الإهرامات وعمود السعرة، لا تزال القوات بتعزيز من كل الألوية التي تتبع محور صعدة بقيادة الشيخ والعميد عبيد الأثلى. ونقدم شكرنا وتقديرنا لكل الأبطال، ومن مبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على المجهود والدعم الذي يولوه لأشقائهم في الجمهورية اليمنية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التلاحم اللحمة الوطنية وعلى الأقوة في الدين والعقيدة. شكرا لك الصحفي عبد الغني النويهي، كنت معنا من البقعة. وفي الجوف أعلنت قوات الجيش تأمين 3 مواقع عسكرية في مديريتي برط العنان وخب الشعف شمالية شرقية المحافظة الحدودية مع السعودية. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش بدعم جوي من مقاتلات التحالف تواصل ضغوطا عسكرية كبيرة عبر 3 محاور لاستعادة آخر معاقل جماعة الحوثيين في الجوف المجاورة لصعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثية الإيرانية. نبقى في الجوف، حيث قال وكيل محافظتها الشيخ سنان العريقي إن تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب الشعف أسفر عن تحقيق الأمن والأمان للمنطقة، مضيفا أن قبائل المنطقة أقرت التصالح والتسامح كأهم حدث في أعقاب تحريرها. عند دخول الجيش الوطني وما حققه في هذه المنطقة من انتصار على الميليشيات الإنقلابية، وأول ما تحقق في هذه المنطقة منطقة اليتمة خب الشعب، أصبح يشعر سكان هذه المنطقة بالأمن والاستقرار، وأول بوادر هذا الأمن والاستقرار. وفي البيضاء دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي آليات لميليشيا الحوثية الإيرانية. وأفاد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا في جبل باعرف وجبل الصرير الواقعتين بين مديريتي ناطع والملاجم. وأضاف أن عناصر الميليشيا التي كانت على متن الآليات لقيت حتفها في تلك الغارات. يأتي هذا فيما تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثية الإنقلابية في جبل المركوزة الاستراتيجي الواقع بمديريتي ناطع وسط تقدم مستمر للجيش. نبقى في مأرب، حيث دشن معسكر الاستقبال الجيش الوطني التدريب القتالي لهذا العام. وقال قائد المعسكر العقيد مانع العومري إن العام التدريبي الجديد سيكون نموذجا لعمل الوحدات المختلفة في كافة المجالات. وأشاد من جهته نائب رئيس هيئة التدريب بالجيش الوطني اللواء الركن موفق منصر، أشاد بالدور الكبير الذي قامت به قيادة المعسكر في إعداد الجنود وتأهيلهم بكافة المهارات العسكرية. وقدمت القوات المتدربة عرضا عسكريا عكس التدريب العال للمهارات المتخصصة التي ستشكل رافدا كبيرا يعزز من قوات الجيش وقدراته على حسم المعركة ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية. جدد التحالف العربي دعوته للمجتمع الدولي بمحاسبة إيران واتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية لوقف انتهاكاتها السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة لميليشيا الحوثية الإرهابية والخارجة عن القانون في اليمن. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي عقب اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا على منطقة نجران السعودية. وقال المالكي إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعمها النوعي، واعتبر ذلك تحد واضح وصريح لخرق القرارات الدولية بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي. أطلق ناشطون وإعلاميون تظاهرة إلكترونية تضامنية مع الصحفيين في اليمن ضد أعمال التنكيل الممنهج التي تقوم بها ميليشيا الحوثية الإيرانية. وتأتي التظاهرة التي حملت هاشتاغ بعنوان الثمن الخذلان احتجاجا على الخذلان الذي يواجهه صحفيو اليمن على مدى 3.5 أعوام من قبل المنظمات الدولية والهيئات الأممية وناشطي حقوق الإنسان تجاه ما يتعرضون له من تنكيل لم يسبق له مثيل
في تاريخ الصحافة. ورصدت المنظمة الوطنية صدى للإعلاميين نحو 2250 صحفيا ومؤسسة إعلامية طالت جرائم التنكيل منذ مطلع العام 2015 وحتى 30 ديسمبر 2017. وأضافت في تقرير لها أن 22 صحفيا قتلوا خلال 3 سنوات الماضية، فيما لا يزال 15 صحفيا يواجهون جميع أنواع التعذيب في معتقلات الميليشيا الحوثية. حملات التعذيب بحق الصحفيين في السجون متواصلة، 3 سنوات من الاختطاف، فيض من الروايات، وخذلان رسمي ودولي من قبل المنظمات. نتائج التقرير الذي أصدرته منظمة صدى بمدينة مأرب بحق الصحفيين كانت مروعة، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال 3 سنوات الماضية 22، 6 منهم قتلوا بالقنص المباشر، واثنان آخران تم وضعهما في مخزن كدروع بشرية، في حين نجا 30 صحفيا من القتل، و33 صحفيا أصيبوا بجروح بالغة. رصد التقرير 140 صحفيا تعرضوا للاختطاف، كما لا يزال مصير 2 منهم مجهولا بعد إخفائهم من قبل ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة قبل عامين. ويحصي التقرير 25 نوعا من التعذيب الذي تعرض له الصحفيون المختطفون خلال 3 سنوات الماضية، من بينها بحسب التقرير تعليق الضحية من الأيدي والأرجل لساعات طويلة، والصعق الكهربائي والسحل، والتعليق على شكل صليب، والإعدام الوهمي. يعني لم نسمع إلا بيانات باهتة من المنظمات الدولية للأسف الشديد. الاتحاد الدولي للصحفيين، نقابات الصحفيين في العالم كانت تكافئ كلما أرسلنا الصور والأوجاع ونطالبهم ونناشدهم بأن يصدروا بيانا هزيلا ثم يكتفوا. يئن الصحفيون خلف القضبان تاركين حزنا لا ينتهي بين زملائهم وفي أوساط عائلاتهم بشكل خاص. تمر الأيام طويلة ثقيلة على أسر المختطفين، فكيف بالمختطفين أنفسهم؟ ومع تواتر الأشهر والسنوات تظل مسألة القلق والحزن والألم عليهم في ارتفاع. ومع تعاقب وزراء الإعلام وتغيرات في البنى الإعلامية تراجع الاهتمام وانعدم اللقاء بالعائلات، بل إن منسوب التطمينات في الفترة الأولى على قلتها تقلصت مؤخرا إلى وجود إشارات عابرة بين مناسبة وأخرى. هناك صحفيين لم نعرف بخبر اختطافهم إلا بعد أسابيع وأشهر من إخفائهم قسراً بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له أسرهم. ما زالت الميليشيات الحوثية تقوم بحملات مداهمة وتفتيش واختطاف لمنازل كافة الصحفيون المعارضون لهم. منظمة صدى تحضر هنا في حراك ضاغط، تحاول جاهدة لفت أنظار العالم في الداخل والخارج إلى فداحة الثمن الذي يدفعه الصحفيون في سجون الانقلاب. لذلك عنونت تقريرها الذي سلط الضوء على واقع الصحافة في اليمن بثمن الخذلان. خبت قضية الصحفيين المختطفين لدى سجون ميليشيا الحوثي في تقارير المنظمات الدولية، لكنها لا تزال متقدة في تقارير صدى التي تحدثت إلينا بآخر أخبارهم وقصص معاناتهم في السجون بأسرارها وغموضها. عمر المقرم، يمن شباب، مأرب. ومعنا من مأرب نائب رئيس منظمة صدى الإعلامية يوسف حازب، أهلا وسهلا بك. أولا، التقرير لمنظمة صدى جاء مع بداية العام الجديد حمل أرقاما مهولة لحجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا تجاه الصحفيين، وهناك يشار أيضا في التقرير أن 22 صحفيا دفعوا أرواحهم ثمنا لإظهار الحقيقة. كيف يمكن تقديم مثل هذه الأرقام كصور انتهاكات تقوم بها الميليشيا بحق الصحفيين والإعلاميين؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. الأعوام الثلاثة الماضية كانت يعني أعوام سوداء بالنسبة للصحفيين. الصحفي تعرض لانتهاكات عنيفة جدا. الميليشيات الحوثية قامت باستهداف الصحفي بناء على توجيهات من زعيمها عبد الناصر الحوثي. عبد الناصر الحوثي صرح جهارا نهارا انه يجب قتل الصحفي، وان الصحفي اخطر
من يقاتل في الجبهات. بناء على ذلك تم استهداف الصحفيين. العالم اعتقد ما زال يتذكر صوره احمد الشامي بينما يحاول الفرار من القناص بكاميرته حين اصطاده القناص ووقع على الارض شهيد. اجرام الميليشيات بحق الصحفيين ليس له نظير. الميليشيات الحوثيه كانت سباقه في السير الصحفي والاعتداء عليه، واعتقد ان الحوثيين هم اكثر جماعه ارهابيه متطرفه تستهدف الصحفيين. نعم، هذا بالنسبة للشهداء من الصحفيين. الذي أشار التقرير إلى أن هناك 22 صحفيا دفعوا حياتهم، ماذا عن 15 الصحفي الذين هم ما زالوا خلف القضبان، يعني يتعرضون للتعذيب الوحشي كما نعلم جميعا في تلك السجون والمعتقلات من قبل الجماعة الحوثية؟ ما العمل الذي يجب أن نقوم به كإعلام للتذكير بهؤلاء الصحفيين؟ نحن في التقرير الذي أصدرناه بالأمس عنوناه ثمن الخذلان، لأننا وجدنا أنه حتى نحن كصحفيين ساهمنا بشكل أو بآخر في خذلان زملائنا الذين ما زالوا في قبضة الإنقلابيين داخل سجونهم. هؤلاء الصحفيون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب. هناك 20 نوع من التعذيب، 25 نوع من التعذيب يعانون منه. علينا كصحفيين أن نحث القضاء أن نجتهد أكثر، أن نتضامن أكثر، أن نوصل أصوات هؤلاء الذين يعانون أشد المعاناة. هناك منهم من فقد سمعه، ومنهم من كاد يفقد بصره، منهم من أصيب بانزلاق في العمود الفقري، ومنهم من أصيب بأمراض مزمنة. هؤلاء يمنعون من العلاج، هؤلاء يمنعون من أدنى وأبسط حقوقيات الحياة. يجب أن نوصل صوتنا للعالم، أن نجعل العالم ونلغم العالم من خلال وسائلنا المتاحة، أن يتعاون معنا للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية لإنقاذ زملائنا. التقرير طبعا كشف عن موقف مخزي للحكومة الشرعية تجاه مثل هذه الجرائم. هل فعلا أن الحكومة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم أن حماية الصحفيين يعتبر من واجباتها؟ الحكومة الشرعية هي تقوم بأشياء بسيطة جدا. نحن كنا نعول عليها أنها تفضل المشهد وأن تكون هي صاحبة الموقف الحاسم، وأن تضغط بقوة، وأن تساهم بشتى أنواع بشتى الوسائل لحماية الصحفي على الأقل. للأسف الشديد يعني وجدنا خلال إعدادنا للتقرير أن زملائنا الموظفون في وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية لم يستلموا رواتبهم ويشكون من عدم استلام رواتبهم. نحن ندعو الحكومة الشرعية، وأوصينا في التقرير الحكومة الشرعية بدفع رواتب موظفيها، موظفي الدولة من الصحفيين، ومعاملتهم كجميع الشرائح كالمعلمين والصحيين وغيرهم. وأيضا أوصيناهم بتوظيف الصحفيين من غير العاملين في المؤسسات الرسمية. نعم، ماذا عن الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية؟ يعني التقرير يذكر أن هناك أكثر من 2200 انتهاك تعرض له الصحفيين، أو بشكل عام الانتهاكات هذه التي قام بها الميليشيات خلال الثلاث السنوات. أين دور المنظمات من ذلك؟ لماذا لا تسلط الضوء على مثل هذه الانتهاكات مع منظمات أخرى ربما لوقفها؟ المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص مواقفها مخجلة للأسف الشديد. حتى أرقامها وإحصائياتها التي تقوم بنشرها وتعتمد عليها إحصائيات لا تعتمد إلى الحقيقة. نحن بحثنا وقارنا في مع بين أرقام العديد من هذه المنظمات التي تنشرها وتعتمد عليها. يجب على المنظمات الدوليه ان تعتمد على ان تنزل الى الارض وان تعيش معاناه الصحفيين بانفسهم،
نحن منذ سنتين ونحن ننادي منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي أن يقوم بزيارة واحدة فقط للاطلاع على أوضاع الصحفيين المختطفين. كمثل أنا الآن أتكلم كمثل، نحن نطالب هؤلاء بزيارة زملائنا في السجون لكنهم لم يقوموا حتى بزيارة واحدة ويعتمدون على أرقام لا نعرف من أين مصادرها. هل يمكن في النهاية أن تكون هذه التقارير وكذلك المعلومات ربما تلعب دورا في مواقف مناهضة لممارسة الحوثيين الإجرامية أم أنها تذهب هباء؟ نحن نعول على هذا، نحن عندما أصدرنا التقرير نعول على أن يكون هذا التقرير صرخة جديدة في ميدان الحقوق والحريات، أن يكون دافع وحافز حقيقي لهذه المنظمات. نحن لدينا كتب بأسماء واستمارات معبأة من ذوي المنتهكين، كل ما لدينا من معلومات وبيانات ستكون يعني سنعطيها لمن يطلبها منا بشرط أن يكون له موقف صلب وقوي في الدفاع عن حقوق الصحفيين واستعادة حقوقهم. شكرا لك يوسف حازب نائب رئيس منظمة صدى الإعلامية، كنت معنا من المأرب. وجهت الحكومة بإنشاء محطة كهربائية في أبيان بقوة 30 ميجاوات لمواجهة الصيف المقبل. وأصدر رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه قيادة السلطة المحلية للمحافظة توجيها بإنشاء المحطة وتأهيل المباني الحكومية التي تضررت من حرب الميليشيا الحوثية الإيرانية وتنظيم القاعدة. وشملت توجيهات بن دغر تأهيل مراكز الشرطة وإعادة تشغيل إذاعة أبين والمشاريع المتعثرة وتأهيل الملعب الرياضي ودعم الصيادين ب 100 مليون ريال يمني للقوارب والمشاريع الخدمية الأخرى. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة رصدت مبالغ كافية لإعادة إعمار مديريتي خنفر وجعار، داعيا إلى تقديم الدراسات للبدء باعتماد مشاريع إعمار المديريتين. بينما تنهمك ميليشيا الحوثيين الإيرانية بنهب التجار وشركات الصرافة بالعاصمة صنعاء، تتفرغ حكومة بن دغر لترتيب أوضاع مجرمي الحرب من أتباع الصالح الذين يواصلون عدائهم للشرعية وللشعب اليمني. حملة حوثية مستمرة لنهب المصارف والشركات التجارية في المناطق الخاضئة لسيطرتهم. قبل يومين استولت ميليشيا الحوثي على أموال من عدة شركات الصرافة أبرزها الكريمي والصيفي والسويد. قدرت مصادر صحفية حجم المبالغ المنهوبة بالقوة بأكثر من مليار ريال. الحملة الكهنوتية على التجار جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات المالية لقيادات الانقلاب لبحث تمويل الجبهات والتجنيد الإجباري بعد تدشينه مطلع العام الجاري، فيما تحث فتاوى رجال الدين الحوثيين السيطرة على كل القطاع الخاص بكافة أنشطته. مراقبون اعتبروا أن نهب المال هو سياسة نمامية نابعة من اعتبار أن أبناء الشعب كفار تأويل، يحق للحوثيين اغتنام أموالهم وسلب ممتلكاتهم. كما تهدف أيضا إلى اعتماد سياسة الإفقار والتجويع كنهج إمامي قديم للحكم. ولا يبدو أن الحوثيين سيتوقفون عند شركات الصرافة وتدمير الجهاز المصرفي الذي أصيب بأضرار بالغة، بل تواردت الأنباء أن الحوثيين بدأوا في نهب محلات الذهب في محافظة إب. هذه الممارسات جاءت كما تقول ميليشيا الحوثي للحد من انهيار سعر الريال مقابل الدولار، وأنها لم تكن المرة الأولى التي تحدث فيها نهب لشركات الصرافة، لكنها ممارسات لا علاقة لها بسعر الريال الذي لا يمكن له الصمود في ظل استمرار الانقلاب والحرب وتعطيل موارد البلد بأكمله. حكومة بن دغر تبدو منشغلة بترتيب وضع كبار مجرمي الانقلاب الفارين إلى عدن، والتي يبذل رئيس الحكومة جهودا مكثفة لإعادة لملمة حزب المؤتمر الشعبي بالتعاون مع جهات إقليمية متوافقة معه للحفاظ على نظام الرئيس السابق بحلة جديدة. وبين جشع الحوثيين وإهمال الحكومة الشرعية، ينهار الريال اليمني ليقترب سعر صرف الدولار الواحد من 500 ريال، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية لتطحن الشعب وتودي به إلى المجاعة المحققة. مزيدا من الأخبار على موقعنا عبر الإنترنت يمن شباب.net، كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا في فيسبوك وتويتر. في أمان الله.